ده موديل مبين سبانال كورد. احنا طبعا باصين من ورا، فاحنا كده فاتحين الفيرتبرال كانال الاصفر اللي احنا شايفينه ده اهو سبانال كورد اللي هو كونتينيوشن مظله عند الفورام الماجنوم. طيب ده السبانال كورد باللي فوقه البيه، خلاص انا كده مش شايف بيه، هي البيه مغطيه. بعد كده دي لاير تانية اللي هي الاراكنويد واللي لونها ازرق بره، دي لبني بره، دي هي دي ديورا مكتوب. طيب انا كده بره الديورا وشايف بليكسوس فينس بليكسوس، دي اسمها انترنال فيرتبرال فينس بليكسوس اللي موجوده في الاكسترا ديورال او في الايبي ديورال سبيس. يبقى ده سباينال كورد والبيه لازقه فوقه، دي اراكنويد ماتر، دي ديورا ماتر. يبقى انا كده البليكسوس دي بره الديورا يعني في الايبي ديورال سبيس او الاكسترا ديورال سبيس، يبقى دي اسمها internal vertebral venous plexus. طيب اللي باين لي هنا كده ده الارتري بقى اللي داخل يغذي السبانال كورد، بما اني انا كده ثوراسيك ريجن خلاص يبقى ده اللي طالع من الاورطه posterior intercostal arteries، وده الفين draining. طيب اللي طالع لي برده بقى ده posterior root بقى بتاع السبانال نيرف، لان انا ورا posterior root بتاعه. طيب انا برضو شايف فوق كده ارتري او الاحمر اللي باين ده، دي منطقه السيرفايكال ريجون، انا قاطعه عند الفورامين ترانسفيرسوريوم، فالاحمر اللي باين ده ده الفيرتبرال ارتري اللي معدي في الفورامين ترانسفيرسوري قبل ما يوصل للاطلس بقى وبعد كده يدخل جوه الفورامين ماجنوم. طيب هرجع تاني كده للسبانال كورد وامشي معاه، اهو برضو السبانال كورد معدي جوه الفيرتبرال كانال، ادي الديوره بقى شلت انا الديوره في المنطقه دي وشلت الاراكنويد، فانا شايفاه بياماتور. ابتدي السبانال كورد يعمل حاجه تحت كده اسمها كودا ايكواين، المنظر اللي احنا شايفينه ده دي للحصان. طيب ادي ديورا خلصت اوبوزيت اس 2 ده الساكرام، فدي فيرست ودي السكند ساكرال بيس، اوبوزيت ذا سكند ساكرال بيس انتهت الديورا وكمان انتهت الاركنويد، لكن بقيه السباينال كورد فايبرز اللي نازله اللي هي النيرف فايبرز اللي عامله كودا ايكواينا مكمله. وادي الايه، ادي الساكرال نيرف الاولاني اهو معدي من الفيرست ساكرال فورامين دورزل، وادي السكند، وادي الثيرد، وادي الفورث. طيب فاضل لي كده الفيفث وفاضل لي الكوكسوجيال، هيعدوا منين بقى؟ هيعدوا من الساكرال هايتس، اذن اللي انا هنا كده ساكرال هايتس مش فورامين. طيب الحاجه اللي انا شايفاها تابرنج خالص وتحت دي بقى ده الخيط الرفيع اللي نازل من البياماتر اللي هو الفايلم ترمينال ونازل عشان يشبك في الكوكسكس ويبقى مثبت للسباينال كورد. تمام. طيب إيه اللي باين لي بقى هنا برضو؟ انا شايفه السمباثيتك تشين اهي الموجوده بوستيرور دي، وشايفه ده برضو كل ده الدورز الريموس اللي طالع من السباينال كورد، دورز الريموس، اما دي السمباثيتك تشين.